اهلا وسهلا فيكم اصدقائنا ببرنامجنا نحو البرمجه. برنامجنا بيحكي عن كل شيء يخص عالم البرمجه والالكترونيات وطرق دخول هاي المجالات. بحلقه اليوم رح نحكي لكم عن انظمه الليجو التعليميه كقطعه هاردوير وكيف منركب الروبوتات، وحتحكي لنا عنا راما عن طرق برمجه هاي الروبوتات لحتى نكون فكره كامله، واكيد حيكون عنا فقره كيف نحكي فيها كيف بنعمل مشاريع بانظمه الليجو، وحيكون عنا فقره اللغز، واخيرا حيكون عنا مجموعه من الابطال المميزين اللي شاغلين بالليجو وحابين يشاركونا تجربتهم. اكيد كلياتنا بنعرف مكعبات الليجو المشهوره، وكلياتنا لعبانين فيها وعاملين فيها اشكال، وبنعرف انه بنقدر نعمل فيها هياكل واشكال ما بتنتهي، من عند فكره انه نبني بيت لعند انه نعمل سياره لعند انه نعمل نماذج حيوانات وكل شيء ممكن يخطر على بالنا. بس شي مره خطر على بالنا انه بنقدر نعمل عن طريق هاي المكعبات روبوت نبرمجه ونقدر نتحكم فيه ليساوي الشيء اللي نحنا بدنا اياه. شركة ليجو خلت هالشي متاح عن طريق وحداتها التعليمية، واليوم رح نحكي عنها بشكل تفصيلي اكتر وعن مكوناتها. بس رح نكون مع بعض هلأ لحتى نشوف كيف بتجي هاي الوحدة ومن شو بتتكون. وحدات ليجو التعليمية الى عدة اسطارات ونسخ مختلفة، بس كلياتهم بيجتمعوا انه لهم نفس المكونات الرئيسية اللي هلأ رح نحكي عنهم. اول شيء حيكون عنا مجموعة القطع التركيبية واللي من عن طريقهم نقدر نبني أي هيكل أو بنية لروبوت نحن بدنا اياه. هدول القطع التركيبية بيتكونوا من محاور ومسننات وبكرات وقطع تثبيت. ثاني شيء عنا مجموعة من المحركات اللي نحن بنستخدمهم لحتى نقدر نروح نحرك هذا الهيكل أو الروبوت اللي بنيناه بالطرق والاتجاهات اللي نحن بدنا اياها. كمان عنا مجموعة من الحساسات المختلفة اللي بنستخدمها لحتى نوصل أوامر أو معلومات لهذا الروبوت نتحكم فيه. فمثلاً عنا حساس بيقدر يميز مجموعة ألوان عن بعضها، بنقدر نخلي هذا الحساس يميز لون نحن بنحدده، وعن طريقه ممكن نروح نبني روبوت قادر على تتبع مسار نحن رسمناه بإيدنا بهذا اللون اللي حددناه. وطبعاً في كتير نماذج لهي الحساسات المختلفة رح نتوسع فيه إن شاء الله أكتر بالحلقة القادمة. وأخيراً عنا الوحدة الأساسية القابلة للبرمجة واللي هي بتمثل الدماغ اللي بيتحكم وبيحرك هذا الروبوت. هاي الوحدة ممكن تتبرمج بعدة لغات وبيئات برمجية رح تحكي لنا عنهم راما بعد شوي. جميع وحدات ليجو التعليمية لها هدف أساسي واللي هي انه تجعل عملية التعلم ممتعة وتفاعلية بدل ما تكون عملية مجردة ونظرية بالمدارس، وبالذات بمجالات علوم ستيم اللي هن بيشملوا علوم الأحياء، التكنولوجيا، الهندسة، الفنون والرياضيات. بتهدف انه تربط كل هاي العلوم مع بعضها وتخلينا نلاقي تطبيقات لكل شيء عم نتعلمه نظريا بالمدرسة. ومن الجدير بالذكر انه مدارس المتفوقين عنا دخلت الليجو على المناهج التعليمية، وصار بإمكان الطلاب عنا يتعلموا عن الليجو بأثناء دوامهم بالمدرسة. هلأ هاي شوية فيديوهات رح نشوفهم عن المشاريع اللي ممكن تنعمل بوحدات الليجو التعليمية. نقدر نعمل روبوتات مختلفة مثل روبوت تتبع مسار اللي حكينا عنه قبل شوي، ممكن نعمل أشكال ونماذج لحيوانات مختلفة، وفي كتير خيارات واحتمالات غير محدودة. من أهم إيجابيات وحدات الليجو التعليمية إنه هي بتحفز على روح الفريق وعلى روح التعاون بين الأطفال، كون معظم المشاريع اللي بتنعمل بالليجو بتحتاج لأكثر من شخص لحتى يؤديها. فبكل مشروع عنا مرحلة التخطيط والتصميم، مرحلة التركيب والتنفيذ، وأخيرا عنا مرحلة برمجة هذا الروبوت واختباره. وكمان من إيجابياتها أنه هي بتنمي مهارات حل المشكلات. كلياتنا بنتذكر وقت اللي صارت الكورونا وانتشر الوباء، صار بدنا ندور على حلول لحتى نقلل من تفاعل البشر مع بعضه وبالتالي نقلل من انتشار المرض. فبكتير أماكن كان الحل هو انه نعمل روبوت يؤدي بعض الوظائف اللي كانوا البشر يؤدوها سابقا. فظهر عنا الروبوت اللي بيعقم الاسطح، والروبوت اللي بيوزع الادويه بغرف العزل بالمشافي، وكثير كمان في بكثير اماكن في عنا روبوتات بلشت تحل هي المشاكل. اما من سلبيات الليجو فانه هي مكلفه شوي، وصعب على الطفل انه يقتنيها ويروح يتعلم عليها ببيته لحاله. ولذلك دائما الحل عم يكون انه نتعلم على الليجو بالمعاهد، بمراكز التعليميه وبالمدارس بشكل جماعي. أو ممكن نتغلب على هاي السلبية بأنه نروح نتعلم على الليجو على البيئات الافتراضية اللي بتوفرها بعض المواقع، وهون بهاي الطريقة بنتعلم على برمجة الليجو والحساسات، ولكن بنخسر فكرة التعلم عن الميكانيك ومبادئ حركة الروبوت. وهلأ رح ننتقل لعند راما ونخليها تحكي لنا شوي عن لغات البرمجة اللي مستخدمة بالليجو وبيئات البرمجية. مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم رح نحكي عن برمجة الليجو عن طريق سكراتش اللي حكينا عليه المرة الماضية،
برمجة الليجو بيتم عن طريق بيئات كتير، ومن ضمن هاي البيئات هو المايند ستورم يلي بتدعمها بيئة سكراتش. لنبرمج الليجو عن طريق سكراتش بنحتاج 3 شغلات أساسية. أول شغلة طبعا هي برنامج سكراتش، وتاني شيء بنحتاج الـ EV3 كنترولر. حفرجيكم اياه. هلا هاي وحدة التحكم الـ EV3 يلي بنوصل عليها ميدورات وحساسات وكابلات. وثالث شغلة نحن بنحتاجها انه نثبت السكراتش لينك. بنثبت السكراتش لينك عن طريق الرابط الموجود فوق scratch.meet.edu/EV3. وبس افتح عليه للرابط حيطلع لي هاي الصفحة الأساسية، وبنزل لعند شيء اسمه تثبيت سكراتش لينك. بيتم التنزيل عن طريق المايكروسوفت او تنزيل مباشر، وبس نزله وثبته بتأكد انه تثبت عندي بوجود هاي الايقونة يلي تحت. بعد ما تأمن عندي هدول 3 شغلات صار فيني بلش برمجة الليجو. اول شغلة بشغل EV3 وحدة تحكم EV3 عن طريق الزر الموجود بالنص، وبعدين بشغل البلوتوث عليه مشان اوصله باللابتوب عندي. وتاني شيء بفتح برنامج سكراتش يلي تعرفنا على واجهته قبل هلا، وبهي الواجهة اللي تعرفنا عليها، وبكبس على Add Extension الموجودة تحت بالزاوية، وبدور على شيء اسمه الليجو Mindstorm EV3. وبس افتح عليه بنلاحظ انه بلش يدور على وحدة التحكم يلي نحن شغلناها اول شيء. هلا حيجيني اشعار على الـ EV3 عشان اقبله. هلا حنبلش نشتغل. اول شيء بنحط الميتور وبنسميه الـ A. الميتور الاول حنسميه A، والميتور الثاني حنسميه B، وحنحط الزر الواحد لحتى يتحكم ميتور الـ A. وبس تصير ايدنا على بعد 5 حنتحكم بالمتحكم B. وهلا حفرجيكم مشاريع انعملت عن طريق سكراتش لبرمجة الليجو. هلا المشروع الاول هو تتبع اللون الغامق، والمشروع الثاني هو تتبع اللون الفاتح. بنلاحظ كيف التعليمات عم تكون كبلوكات وتنوصل مع الميتورات الموصولة مع الـ EV3. وهذا تتبع اللون الغامق. وإن شاء الله يكون عجبكم شو حكينا اليوم، وتحمستوا لتشتغلوا ليجو عن طريق سكراتش. شو رأيك نسرين؟ والله شيء كتير حلو. الله يعطيك العافية راما، كفيتي ووفيتي. بس هلأ رح ننتقل لعند ريهام وهما بدنا نشوف شو محضرين لنا اليوم. كيفك ريهام اليوم؟ شو أخبارك؟ أهلاً هما. جاهزة اليوم؟ أنا محضر لغز أصعب من المرة الماضية بشوي. ماشي. بس مو بكتير. بس يعني بظن ما ينحل معك اليوم. منحاول. طيب. كيفكم اليوم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. مثل ما شفنا الفقرة الماضية حكينا لكتير أمور حلوين تتعلق شوي بالروبوتات وبالليجو وما إلى ذلك. اليوم رح أشارككم مفهوم برمجي كتير مهم. المرة الماضية حكينا على أنه البرمجة هي عبارة عن تعليمات متتالية، والحاسوب بينفذ عدة تعليمات متتالية بتتابع معين. اليوم المفهوم اللي رح أحكي عليه، أي روبوت اليوم لما نبرمجه حيساوي عدد من العمليات بشكل متتابع، لكن هاي العمليات بتتطلب تكون مختلفة. لحتى يقدر يتفاعل معي بالجو العام لازم انا اعرف له مجموعة خطوات وحركات لحتى يقدر يتفاعل معي بالبيئة العامة ويوصل للهدف اللي انا برمجته وخصصته لحتى يقدر يساوي. واليوم يا ريهام انا جايب لك لغز بيتعلق بهذا الموضوع. اليوم مثل ما بنعرف المربع الذكي بحب فيه شغلة انه هو ما بيستسلم، يعني دائما بجيب لغز هو، وهذا اللغز بيحله ايام بجيبه صعب بس ايام بجيبه سهل، والصعب ما بينحل والسهل بينحل، بس دائما ما بيقاس وبيرجع بجيب لغز جديد وبيتحدى العالم من اول وجديد. ولازم نكون مثله لما بدنا شيء ما نيقاس ونضل وراه لحتى نوصل. فاليوم اللغز البرمجي اللي جاينا اليوم من المربع الذكي هو التالي. مثل ما شايفه نحن عندنا شكلين،
عنا الشكل المطلوب وعنا الشكل الحالي. عنا هذا الروبوت اليوم هو ضايع بده يوصل للطابة تبعه. طبعا اللي عامل هالقصة كلها هو المربع الذكي، اخذ له الطابة تبعه وراح خباله اياها هنيك، الله يصلحه ويهدي. بدنا نساعد الروبوت لحتى يوصل لعند الطابة، بس في مشكلة انه نحن هذا الروبوت ما بيعرف يمشي وقول له انه الطابة هون فهو حيمشي ويروح لعنده. هو بيعرف يمشي بطريقة واحدة فقط، بيمشي دغري بس يلاقي سد بوشه فهو بيروح على اليمين. هو هيك مبرمج، اي عائق بوجهه بوقف وبيروح على اليمين. فانا عندي ثلاث مربعات بدي احاول وزعهم ضمن هي الخريطة هون لحتى الروبوت لما يطلع هي المربعات بوشه بيروح على اليمين ويمشي ويروح على اليمين لحد ما يوصل لعند الطابة. يعني الروبوت ما يمشي غير لقدام؟ تماما، الروبوت يمشي لقدام، هي قاعدة. اثنين، انه هو بس يشوف عائق بوشه فهو حيروح على اليمين. تمام، بغير مساره. تمام، جاهزة؟ جاهزة. طيب، طبعا هو عم يطلب المساعدة، زلمة كان عم يلعب بالطابة واجا المربع الذكي اخذ له اياها وخباها، بده يعمل لغز مو مشكلة. حنبلش. مثل ما شفنا قبل هذا شكل كان الشكل الحالي، المطلوب هو انه الروبوت يوصل للطابة. فانت بدك تقلي لي كل مربع، هي اول واحد، وين بدنا نحط هذا المربع لحتى يخدم مصلحة الروبوت ويقدر يوصل لهي الطابة الحمراء. تمام، طالما هو بده يغير مساره اذا لقى عائق قدامه فاكيد مربع واحد رح يكون بالزاوية. بالزاوية هون رح تحطيه. طيب، نحط المربع الأول هون. طب بالنسبة للمربع الثاني، ساعدوه ساعدوه ساعدني أنت شوي. هلأ نحن حنفترض مثل ما قلنا أنه هو بس يلاقي عائق بوشه فهو حيروح على اليمين، صح؟ فنحن الروبوت وصل لعند الرقم واحد. تمام. شاف الرقم واحد ونزل لوين؟ لتحت. بحكم هون ما في أي عائق بوشه، صح ولا لا؟ صح. شاف الحيط هون فرح يمشي على اليمين. رح يمشي على اليمين، فبدنا نحط مربع اثنين بالزاوية. صحيح، لأنه لو ما حطينا المربع الثاني بالزاوية فرح يوصل، فهو حيعلق. طيب هالمربع الثاني، صفينا مربع واحد، لازم نحطه بطريقة صح حتى ما الروبوت يوصل لمرحلة ويضيع ويتم عم يدور ويتم عم يلف وما يوصل، لأنه هو ما بيعرف أنه أنا الطابة هون، هو بيعرف يمشي ويلاقي سد بوشه ويروح على اليمين لحد ما يوصل. تمام، فرح نحط ثلاثة بالنص. بالنص هون؟ ايه. متأكدة أكيد؟ أكيد، مشان ما يطلع لفوق ويعلق فوق. هلأ بنشوف، نحن بنحط المربعات ومنجرب الحل، يا بيطلع صح يا لا. فنحن هلأ عم نفترض أنه الروبوت وصل لواحد، لقى عائق، نزل، لقى الحيط بوشه، راح على اليمين، رجع راح على اليمين، وراح لعند الطابة. دائما نحن بأي حل بدنا نساوي، بدنا نكون عاملين هذا الحل بناءً على تحليل معين. فنحن هذا الحل بناء على القواعد اللي عندنا حنختبر هلا صحة هذا الحل. حنشوف الروبوت شاف العائق الأول بوشه، وصل لعند العائق الثاني راح على اليمين، وصل لعند العائق الثاني هذا اللي انت حطيتيه، ووصل لعند العائق الثالث اللي انت حطيتيه، بس بظن سمعت صوت من التلفزيون في حدا نقلك، مو انت لحالك عم تحلي اللغز. وصل لعند الطابة. دائما بحل لك الغازك تحت. هلا هو دائما عم جيب الغاز، كل مرة بنصعبهم شوي، والمربع الذكي قلت لكم ما بيقص، فهذا اللغز لو انحل، نحن دائما عندنا الغاز وما بنخلص ابدا. وهالمرة طلع زعلان المربع الذكي، بس الا ما شي مرة يطلع مبسوط. همام، طالما جبت لنا لغز عن الروبوت، شو رايك احكي لك عن الليجو؟ سمعان فيه؟ هلا انا سمعت فيها، وحسب ما فهمت انه هي ممكن اعمل روبوتات، وهي الروبوتات تعمل وظائف معينه بالطريقه اللي انا حابب ساويها، فصح؟ صح. الليجو هي مؤسسه ابداعيه عندها تصاميم ومشاريع، وبتوفر ادوات للطلاب لحتى يستخدموها ويحاولوا يصمموا روبوتات. وهن حسب الارشادات اللي حاططها هي الشركه بيقدروا يصمموا النموذج اللي هن عم يتخيلوه او اللي حابين يوصلوا له. تمام، يعني هي الليجو بشكل عام شو هي صارت بالضبط؟ الليجو هي كأساس هي الشركة صممت أدوات بسيطة تعطي للطالب أو للطفل الصغير إمكانية إنه يركب هاي القطع لحتى يوصل لشكل روبوت بيساعد هذا الروبوت على حل المشكلة اللي نحن بنواجهها. تمام، يعني أنا فعليا من خلال مكعبات اللي كنا نلعب فيهم نحن وصغار تمام صار فيني ساوي روبوت، وهذا الروبوت برمجه.
تماما. هذا الروبوت اللي انت اللي بتصممه بهدول الادوات اللي بتعطيك اياهم هي الشركه. طبعا هي بتعطيك كل الارشادات والطرق اللي انت فيك تركب فيه هذا الروبوت ليصير عندك، وبس تمشي عليه بتبرمجه لهذا الروبوت وبصير عندك روبوت كامل. حلو كثير. طب هي المشاريع شو الهدف الرئيسي منها او مين المستهدف فيها مثل هيك مشروع؟ المستهدف بهي المشاريع بشكل رئيسي هنا الطلاب والاطفال، لانه دائما بنحاول نبسط لهم الامور، فهي الشركه حولت لهم هدول الافكار كلياتهم لشكل لعبه هن بيتسلوا فيها كفريق او كلعبه بايد الطفل، وبيطلع الابداع اللي عنده وبيحل المشكله اذا هو عم يواجه مشكله مثلا. طيب هي الليجو شو الفئه المستهدفه؟ مين اللي مستهدف فيها اكثر شيء؟ هلا الفئه اللي تستهدفها الليجو اكثر شيء هي فئه الاطفال والفئات العمريه الصغيره اكيد، لانه هي بتعطيهم مواد اوليه لحتى يصمموا شيء نحن بدنا اياه. تمام، يعني نحن فينا نحكي انه مثل نموذج اولي لروبوت ممكن يصير بعدين ينزل على السوق ويخدمنا. طبعا رح اورجيك نموذج اولي مثل هذا. تمام، هو نموذج اولي لروبوت مصمم عن طريق ليجو، اللي هي عباره بتعطيك الادوات اللازمه لحتى نحن يطلع عنا هذا تمام نموذج. فانا صرت لما بدي ساوي روبوت ممكن انا اعمل نموذج اولي، فهذا الشيء حيسهل اصلا على الاطفال تعلم البرمجه. اكيد الاطفال ببلشوا بادوات بسيطه، بيركبوا هدول الادوات بيطلعوا نموذج اولي من روبوت، وبعدين ببرمجوا هذا الروبوت وبيطلع عنا تصميم اولي لبعدين بيتطور اذا كبر الطفل. حلو كثير حلو كثير. طب خلينا نقول هالنموذج الاولي قديش بيستغرق وقت حتى نحن نساويه او نبنيه؟ هلا اي مشروع نحن بدنا نعمله اكيد بيستغرق وقت حسب الطفل قديش عنده فكر ابداعي لتصميم اولي لهذا الروبوت، وقديش بده وقت لحتى ينفذه فريقه اذا متكامل او لا، اذا هو شخص واحد او اكثر من طفل وبس. يعني كله بيعتمد على عدد الاشخاص والوقت اللي بيفكر فيه بهذا التصميم. طيب انا متشوق كثير اشوف الفقره الجايه ولاشوف النموذج اولي قدام عيني حتى وكيف صاير، وما حانسى انك حليت اللغز وحارجع احاول اجيب لغز اصعب، بس هو المربع الذكي دائما هيك عم يعمل فيني، بس حجيب لغز اصعب واكيد شي مره ما حنيأس وحنجيب لغز ما ينحل. خليكن معنا لانه اللي جايه كثير حلو ولازم تشوفوه وكثير مهم. كان يا مكان مو كثير من زمان كنا نسمع عن الروبوت وكانوا يقولوا شغله كثير بعيده وصعبه، شو هي؟ هلا صاروا شبابنا المتميزين واللي عندهم هالقدره انه هن يبرمجوا الروبوت ويحولوه بالنسبه لنا لحقيقه نشوفها بين ايدينا. ضيوفي اليوم اشتغلوا بالروبوت بايديهم ميكانيك وبرمجه وحركه، ورح تتعرفوا عليهم انتم وتسمعوا منهم انتم. كريم، مرحبا كريم، كيفك؟ منيح الحمد لله. جعفر، أهلا. كيفك؟ الحمد لله. زين؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. يا اهلا وسهلا فيكم، نورتونا. بلشتوا انتوا عم تشتغلوا روبوت حسب ما انا بعرف هالسنه ولا السنه اللي قبلها؟ اللي قبلها. مين اشتغل بالميكانيك؟ مين اكثر واحد اشتغل ميكانيك؟ جعفر؟ انا اشتغلت اكثر شيء بالميكانيك. اشتغلت بالميكانيك يعني تركيب الروبوتات كلياتها والمسننات؟ نعم. كيف بندرس كريم؟ كيف بنحدد المسننات كيف تتحرك؟ هلا اذا من مسنن اصغر للاكبر بيكون عم يبطئ بس عم يزود عزم، من اكبر للاصغر بالعكس. اتجاهاتهم يعني يمين ويسار؟ لا، كبيره وصغيره او صغيره وكبيره. تمام. وهدول هلا المسننات هن انا بحطهم وبقرر شلون بدهم يتحركوا بالروبوت؟ تمام، بتحطيهم بتبرمج الموتور يتحرك. في محرك بحرك هاي المسننات، مو يدوي. تمام، فهمت منكم انكم انتم اشتغلتوا كذا روبوت غير الروبوت اللي انتم جايين تفرجونا اياه، ما هيك يا زين؟ ايه. شو الروبوتات اللي اشتغلتها انت مثلا؟ شو جربت؟ هلا اشتغلنا كثير روبوتات، تقريبا شيء 15 روبوت. واو. فكان من الشغلات المتميزه اللي عملناها متسلق درج، روبوت بيطلع على الدرجات. حلو. وفي كمان عملنا فيل. وفي كمان شغلات، بس يعني هدول ابرز اثنين عملناهم. وجعفر شو شاغل روبوتات؟ هلا شاغل انا مثلا شغلنا روبوت كان عبارة عن مصنع للبلابل. تمام. بيصنع بلابل وبيطلعه بوقت القهوة. تاني شي اشتغلنا انه هو روبوت مثل كبير له خزان تحته. برافو. وفيه يقدر يخزن اي شي عنده. تمام. وبيروح وبيحمله وبينقله لأي مكان. حلو. كرومي شو اشتغلت انت روبوتات؟
اشتغلت كثير روبوتات يعني من كثرهم ما فيني اتذكر. واحد طيب بس اعطيني واحد. واحد. يعني ما فيني اقول يعني احسن مشروع عندي لانه كلهم نفس الشيء. كلهم حلوين ومنح. واو. الروبوت بيتبرمج ببيئة برمجية مزبوط انا هيك فهمانة؟ ايه. شلون بنقل الكود بعد ما ينكتب من الجهاز للروبوت؟ زين. في ثلاث طرق، في عن طريق الواي فاي، وفي عن طريق وصلة اليو اس بي، وفي عن طريق البلوتوث. والروبوت شلون بيفهم انا شو عم بعطيه تعليمات يا جعفر؟ هلا هو بيفهم انه هو بتعطيها بيعالجها وين بيعالجها؟ شلون بيعالجها؟ بطريق العقل، هذا العقل اللي هو اسمه البريك، هذا العقل. هاد. اوكي. هو بتفوت على المعلومات وبيطلع على المحركات والحساسات. تمام تمام، يعني كل روبوت انتم عم تبنوه هو عبارة عن قطع ليجو توصلون مع بعضهم. والعقل هيك اسمه؟ محركات وحساسات، هو اسمه الاصلي يعني بريك. بريك، اسمه بريك. حلو كثير. مشروعكم هاي المرة اللي عم تحكوا لي عنه يا كريم، بلش لي انت قلي شو هو؟ هو روبوت له زراع، كمان في له مروحة، زراع ليلتقط الشغلات. هذا زراع ليلتقط الشغلات مثل هاي الاسفنجة. هذا الزراع؟ ايه. اوكي، بيلقط الاسفنجة. شو كمان فيه؟ شايفته كثير كبير. في عنا كمان مروحة هون. مروحة للتهوية يعني؟ ايه. اوكي، شو كمان بيعمل؟ بيتحرك لقدام ولورا. ايه. تمام؟ فيك تفرجيني مثلا وين في حساس بالروبوت؟ في عنا هذا حساس اللون. حساس للون؟ ايه، عاملينه بس ليشوف اللون الاحمر واللي هذا. طيب والمحرك وينه المحرك؟ هذا هو المحرك. هذا. اوكي. في عنا هذا للزراع وهذا للمروحة. تمام. جعفر شو الشيء اللي بايدك؟ الشيء اللي بايدي هو عبارة عن جهاز تحكم للروبوت اللي كان عم يشرح نور فيه كريم. اوكي. يعني انا من هون فيني اتحكم فيه. مثلاً بهذا الزر أنا فيني لما بكبسه بتنزل زراعة، لما برجع بكبسه تاني مرة بتطلع. تمام. فهي بتغلط شي بتطلع. تمام. مثلاً هاد بشغل مروحة وبيطفيها. أوكي، معناته هذا تحكم عن بعد. تحكم عن بعد. طيب شلون عم يتخاطبوا التحكم؟ عن طريق رسائل البلوتوث. عن البلوتوث، عن طريق البلوتوث. تمام. حكي لي يا زين شو قدامك؟ أنا شايفة هون ألوان وسطور وما بعرف شو هدول. هلأ شو هدول؟ هدول هن البرمجة اللي احنا بالبرمجة لنخلي الروبوت يتحرك وينفذ الطلبات اللي احنا بدنا اياها. البرمجة يعني التعليمات؟ التعليمات يعني التعليمات اللي احنا عم نرسل له اياها. تمام. مثلا يتحرك يمين، يتحرك يسار وهيك شغلات. ايه، مو كاتبينها كتابة، هي عبارة عن اشارات يعني؟ هي عبارة عن بلوكات لتسهل على الواحد انه يتعلم، الانسان الجديد انه يتعلم روبوت. مثلا بلوك اذا حطيتيها بتحطي لها سرعة محرك وكذا. بلوك للحساس اذا استقبل. طب ليش في احمر ازرق اصفر؟ شو هدول؟ هي لانواع البلوكات. مثلا الفرع الاخضر، الفرع الاخضر بيكون محركات والاصوات والشغلات اللي عنده على الشاشة وهيك. تمام. البرداني الاورانج هو عن السويتش واللوب والاوامر اف وكلوز وهيك. الشروط والحلقات. تمام. الاصفر اللي هو السنسور. أوكي. الحساسات بحرك الحساسات. شلون قلتوا لي، يمكن ذكرتوا لي شلون بنقل الكود من الجهاز للروبوت؟ عن طريق البلوتوث او اليو اس بي او الواي فاي. كثير عظيم. هلا انتم اليوم جايبين لنا مشروع حلو كثير، وانا متحمسه الي من وقت ما بلشنا متحمسه بدي اشوف شو هاد وشو بيعمل. كريم لو سمحت رح ناخذ التحكم من عند جعفر، انت حتشغليها. وقلت كريم اشرح لي شو حيصير. هلا اول كبسه رح يعملها جعفر، انا شو رح شوف؟ هلا اول شيء بدنا ننزل زراع. بدنا نلقط هاي الاسفنجه. ايه. الزهر. هات لنشوف. يلا بس نشغل البرنامج. شغل. طبعا اول ما نشغل البرنامج فرجوني هلا الروبوت كيف حيشتغل، جربوا لي. يلا جعفر. هلا اول شيء نحن بدنا نشغل برنامج عشان الريموت يشتغل. اوكي. طبعا ما ننسى البصمه، بدونها لانه هو ما بيشتغل اذا ما حطينا البصمه. تمام. هلا اول شيء فينا ننزل الزراع. اوكي. واو حلو. طبعا الشيء الثاني اللي هو المروحه. تمام. هي مروحه للتهويه. وهي المسننات كيف عم تتحرك عكس بعض. تمام. تمام حلو. شو كمان بيعمل الروبوت؟ فينا نمشي. اها، مشي والمروحه. تمام. ومن فينا نتحكم بسرعته حسب دالوب نحن كيف بنوجهه. هو بيمشي. فيكم تحركوا بجهته وسرعته. فينا نخليه يلف. تمام. سلام. حلو.
واو عظيم عظيم، يعطيكم الف عافيه شباب. انا كثير مبسوطه تعرفت عليكم. حلقتنا خلصت لليوم، بس حكايه الروبوت لسه ما خلصت. استنونا بالحلقه الجايه. باي باي.